أهلا بكم في جولة جديدة من المشرق العربي، نتابع فيها آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ونسلط الضوء على محاولة جيش الاحتلال لتوسيع ممارساته العدوانية ضد العراق. وفي سحر المشرق نتأمل كيف عادت صناعة الفخار على الطريقة الفلسطينية التقليدية إلى الظهور كبديل يسهل حياة النازحين في قطاع غزة. لحظات ونبدأ. البداية من العراق، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي منذ قليل عن اكتمال التعداد السكاني الذي أجراه العراق في الأسبوع الماضي، والذي يأتي بعد ثلاثة عقود من إجراء آخر تعداد سكاني للبلاد. وقد جاء في الإحصاء أن عدد سكان العراق وصل إلى 45,407,895 نسمة. في ضوء اكتمال قاعدة بيانات التعداد العامة في محافظات العراق كافة، نعلن عن النتائج الأولية لهذا الإنجاز الوطني الكبير. وستتولى هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية استكمال جمع البيانات التفصيلية لخصائص السكان الديموغرافية والاجتماعية والصحية والمهنية وبيانات الإقامة والولادات والوفيات وأوضاع الإعاقة في العراق، استعداداً لإنجاز التقارير النهائية والتفصيلية للعراق والإقليم كردستان وللمحافظات كافة، والله ولي التوفيق. أولا، خصائص السكان. 1. بلغ عدد سكان العراق 45,407,895 نسمة، بضمنهم الأجانب واللاجئين. قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده دعت مبكرا إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب على فلسطين ولبنان وحماية المدنيين والعمل على عدم اتساع نطاقها. أضاف السوداني خلال الاحتفال بذكرى تأسيس وزارة الخارجية أن الاحتلال الإسرائيلي هدد العراق بذرائع واهية تكشف عن نيته العدوانية، وهو ما فرض على العراق التأكيد على عدم جعل أراضيه منطلقا لأي هجوم. هذا وقد دعت جامعة الدول العربية إلى إجراءات عاجلة لوقف التصعيد المستمر بمنطقة الشرق الأوسط حفاظا على الأمن والسلم الدوليين. ونددت الجامعة العربية بمحاولة الاحتلال لتوسيع ممارساتها العدوانية ضد العراق، مؤكدة أنها ستوجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن موقفها الداعم للعراق. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا سيد أحمد الخضر الكاتب والباحث السياسي من بغداد. أهلا بك ومرحبا معنا. وبداية سيد أحمد، كيف يمكن أن تقرأ رسالة رئيس الوزراء العراقي والجهات الموجهة إليها، رسالته سواء كانت في الداخل أو في الخارج؟ طبعا بالبداية تحية طيبة لك زميلتي الفاضلة، وشكرا لهذه الاستضافة
ويبدو أن هناك مشكلة صغيرة في الصوت، إذا تكرمت وأعدت السؤال لطفا من جنابك الكريم. يعني أسألك كيف يمكن أن تقرأ رسالة رئيس الوزراء العراقي والجهات أيضا الموجهة إليه رسالته سواء كانت في الداخل أو في الخارج؟ يعني الصوت ما واضح، أرجو تكرار السؤال، ما في مشكلة يظهر مع جنابكم الكريم. أكرر عليك السؤال سيد أحمد، يعني بداية كيف يمكن أن تقرأ هذه الرسالة، رسالة رئيس الوزراء العراقي والجهات أيضا الموجهة إليها هذه الرسالة سواء كانت في هذه الجهات كانت في الداخل أو في الخارج؟ يعني في البداية السيد رئيس الوزراء وجه رسالة أخيرة ووجه تصريحات كبيرة لكل القوى الموجودة، وأعتقد أنه يركز على القوى السياسية في الداخل للاتحاد وتوحيد الكلمة في هذه الظروف الصعبة. كون هذه التصريحات والرسالة تأتي في وقت عصيب على العراق يمر عليه نتيجة وجود تهديدات من الكيان الصهيوني في ضرب واستهداف بعض المناطق في العراق، لذلك هناك عمل دؤوب من حكومة السيد السوداني والسيد رئيس الوزراء أولا على توحيد الموقف الوطني الداخلي تجاه هذه التهديدات، وبالتالي حشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي ضد هذا الكيان وما يقوم به من جرائم في المنطقة. لذلك تعرف أن هذه الجهود جهود كبيرة وجهود حثيثة، وأعتقد أن هناك اجتماعات قد عقدت مع الفصائل التي استهدفت الكيان الصهيوني ومع السيد رئيس الوزراء، نتجت عن وجود اتفاق بإيقاف عمليات هذه الفصائل في الوقت الحالي نتيجة لوجود تهديدات تستهدف البلد برمته. نعم، العراق يقف مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا ويدعم أخوانه في لبنان، وكان قد قدم كل الدعم لأخوانه العرب ومستعد أن يقدم كل الدعم لكل شعوب البلدان العربية في شتى ظروفها وأزماتها، لكن مع ذلك هناك خط للسياسة العراقية بأن يتجنب العراق أي يعني مصير من مصير الحروب أو الانخراط في صراعات تعتبر صراعات محاور وصراعات منطقة لا يريد العراق الدخول فيها وينأى بنفسه عنها. يعني مع كل هذا التوتر والتصاعد في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، ما مدى خطورة سيد أحمد دخول العراق بالتحديد دائرة التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط؟ يعني كما يعرف المشاهدون الكرام، يعني هناك مقاومة مسلحة، فصائل مقاومة مسلحة في العراق لها متبنيات عقائدية معينة هي طبعا ضد الكيان الصهيوني وجرائم الاحتلال الصهيوني، سواء كانت في غزة أو جنوب لبنان أو حتى في أي بلد لا سامح الله عربي، لذلك يتبنى خيار المقاومة. هذا الخيار ليس خيارا حكوميا وليس خيار المؤسسات الدستورية في العراق، ولذلك الحكومة العراقية تعاملت مع هذه التهديدات بصورة جدية وعملت بشكل سياسي مكثف مع الدول الإقليمية، مع الدول العربية، مع الدول الكبرى لشرح موقف الحكومة العراقية من هذا الوضع، وبالتالي أيضا فتحت خطوط كبيرة للحوار مع الفصائل التي لها المتبنيات العقائدية وتستهدف هذا الكيان الصهيوني، واستطاعت بالفعل إلى حد هذه اللحظة السيد رئيس الوزراء وصل إلى اتفاق بإيقاف هذه العمليات. لكن يبقى، هل الكيان الصهيوني يكتفي بهذه الإجراءات؟ أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني هو دائما ما يريد توسيع دائرة الحروب لإنقاذ نفسه من المأزق الذي وضع نفسه به. اليوم حكومة نتنياهو تحاول تصدير أزمتها للمنطقة، تحاول تصدير أزمتها للعراق، تحاول تصدير أزمتها لسوريا، تحاول تصدير أزمتها للبنان، تحاول تصدير أزمتها إلى مصر، لأن هي في مشكلة حقيقية تواجه الشارع الإسرائيلي بالداخل، وبالتالي إسرائيل تبحث عن حجج دائما لاستهداف الدول العربية. هي تصدر خطابا أن جميع العرب يريد أن يرميهم في البحر، جميع الحرب أن يريد أن يقتلهم، وهذا غير صحيح. الدول العربية دائما ما قدم مبادرات لحل الدولتين وغيرها، وكانت هناك تحجج إسرائيلي وعدم وجود جدية إسرائيلية في حل هذه المشكلة من ما بقيت عالقة وجعلت هذه المشكلة بيئة كاملة لولادة تنظيمات وحركات مقاومة مسلحة في المنطقة تضرب إسرائيل. إذن إسرائيل والكيان الصهيوني هي التي تبحث عن الحجج دائما، ليس فقط لاستهداف العراق وإنما لاستهداف كل البلدان العربية والإسلامية.
سيد أحمد الخضر الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أمنيا، كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تفاصيل جديدة عن مقتل 5 قيادات من تنظيم داعش بغارة في محافظة كركوك. وقالت المديرية في بيان لها إن طائرات من طراز F-16 نفذت ضربة جوية في وادي زغتون أسفرت عن مقتل 5 من قيادات تنظيم داعش. وأضاف البيان أنه تم العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة ومواد لوجستية وحزامين ناسفين في المكان الذي تم استهدافه. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني افتتاح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات العراقية. ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية 790 مدرسة تم تنفيذها عن طريق الاتفاقية الإطارية الصينية من أصل 1000 مدرسة. وأعلن رئيس الوزراء العراقي قرب التوقيع على عقود ضمن صندوق العراق للتنمية لتشييد 400 مدرسة أخرى ضمن خطة الحكومة لتطوير التعليم. وإلى فلسطين، حيث قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة رفح الفلسطينية ما أسفر عن سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى. وفي وسط قطاع غزة، أفاد مسعفون من الهلال الأحمر بنقل 5 جرحى إلى مستشفى العودان في مخيم النصيرات بعد قصف مدفعي إسرائيلي على منازل المواطنين شمال المخيم. كما قصف جيش الاحتلال مناطق متفرقة في مخيم جبلية وبيت لهيا شمالي القطاع. وأيضا نذهب مباشرة الآن لمتابعة ونقل لكلمة وزير الخارجية اللبناني في الحوار المتوسطي في روما، نتابع. هناك حاجة إلى تنفيذ كامل لكل القرارات الصادرة من مجلس الأمن للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 1701 من أجل تعزيز الاستقرار. لبنان مستعدة لتنفيذ كل تعهداتها والتزاماتها المذكورة في القرار المذكور أعلى. وهذا يعني حرفيا، وأنا أقول وأذكر، أنه لن يكون هناك سلام بدون التدخل والشراكة المباشرة من جانب الحكومة اللبنانية والتدخل الفاعل للحكومة اللبنانية. وهذا يحدد الأهداف التي تواصل الحكومة تأكيدها، والذي تتطلب المزيد من التنسيق والوقف لإطلاق النار بشكل دائم ونشر القوات اللبنانية جنوب نهر الليطاني. وبمجرد تحقيق كل ما ذكر سلفا بالتعاون مع اليونيفيل، لبنان سوف تكون قادرة على تنفيذ وسيطرة كل المواقف. نحن نعلن التزام لبنان بالأمن والاستقرار ودعم جهود السلام في المنطقة، وأيضا نحن ندعو إلى عودة النازحين إلى قراهم ومدنهم على كلا الجانبين من نهر الليطاني، وكذلك ندعو إلى الأمن المستدام والسلام الدائم المستدام على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وهذا يتطلب إنهاء احتلال إسرائيل على الأراضي اللبنانية، وإلا فإن الاحتلال واستمراره سوف يولد مزيدا من المقاومة وصراعات مستقبلية. في النهاية أود أن أدعو أوروبا إلى النظر إلى العلاقات التاريخية معنا. كانوا دائما ما يكونوا دولا صديقة إلى لبنان، ونحن نتطلع دائما إلى العمل مع كل الشركاء الأوروبيين من أجل بناء السلام والعدالة والرفاهية لكل الشعوب، ولابد أن نتعاون من أجل تخطي كل هذه العقبات. وشكرا لكم، وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. إذن تابعنا جزء من كلمة وزير الخارجية اللبناني في الحوار المتوسطي في روما، والذي أعلن فيه التزام لبنان بالسلام والاستقرار في المنطقة وعودة أيضا النازحين إلى أماكنهم وعودة السلام وإنهاء احتلال إسرائيل، وإلا استمرار هذا الاحتلال سيزيد من المقاومة. كما أيضا دعا أوروبا بالنظر إلى العلاقات التاريخية. وسنعود أيضا لنقل كلمة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على هامش هذا المنتدى، نتابع.
وزير ورئيس التعاون الدولي لإيطاليا سيد فرانكو بروني، رئيس المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، السادة الحضور، السادة الوزراء، السيدات والسادة، اسمحوا لي بداية أن أبدأ بالتعبير عن امتناني للحكومة الإيطالية وكذلك كل المنظمين في الحوار الأورو متوسطي لكل الجهود لعقد هذا المؤتمر وهذا المنتدى في نسخته العاشرة الذي يعكس كل هذه الأهمية كأحد المنصات الحيوية لتناول كل القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كذلك لكل المخاوف المرتبطة والمتبادلة مع كل الأهداف العامة لتحقيق الأمن والاستقرار وكذلك التنمية في المنطقة المتوسطية وما إلى ذلك وما أبعد إلى ذلك. إن المنطقة وهي مهد الحضارة الآن تقف في منطقة خطرة أيضا مع كل هذه التحديات التي تواجهنا والتي تتطلب العمل الجاد باتخاذ كل الإجراءات والإجراءات الحاسمة، هذا لا سيما يشكل أهمية كبيرة مع الوضع في الحسبان كل التهديدات الخطيرة لدى الأمن والاستقرار الإقليمي وكذلك أمن المنطقة خاصة في الشرق الأوسط بما في ذلك التداعيات والصراعات المستمرة والعدائيات الجارية من جانب إسرائيل في غزة والتي الآن وصلت إلى أبعد استمرت لأكثر من عام وهو الأمر غير المقبول ونحن نستمر في إدانة هذا العدوان الإسرائيلي وكذلك كل الانتهاكات ضد السيادة اللبنانية. في هذا العام وفي هذا المنتدى مع انعقاده كما تعلمون جميعا يأتي في ظل هذه الحروب الجارية على الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة الغربية. بغض النظر عن كل هذه الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار للمجتمع الدولي أيضا للتدخل بشكل فاعل لوقف هذه العدائيات وهذه الهجمات والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة وكذلك العالم والآلة العسكرية الإسرائيلية تستمر في انتهاكاتها وتحقيق كل هذه الكوارث على حياة الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال. في هذا السياق أود أن أؤكد مرة أخرى موقف مصر ورؤية مصر لإنهاء هذا الصراع، هذه الدائرة المفرغة من العنف وهذا العدوان. هذه الرؤية المصرية قد تم تعبيرها في عدة مبادئ منها بالطبع الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وكذلك في لبنان وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة وبالإضافة إلى ذلك عدم إعاقة أي ممرات للدعم الإنساني والإغاثي وكذلك بدء كل العمليات السياسية اللازمة والتي تؤدي إلى الحلول المستدامة والحلول التي تؤدي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 والقدس عاصمة لها. أود بناء على ذلك أن أؤكد لكم على موقف مصر الذي لا يتزعزع في تقديم كل الجهود اللازمة للتهدئة في الشرق الأوسط ولتحقيق السلام العادل والمستدام للشعوب. أود كذلك أن أشير إلى نيتنا من جانب الدولة المصرية لعقد عددا من المؤتمرات في ما يتعلق بحشد وتعبئة المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة الذي سوف تعقد في مصر في القاهرة في 2 ديسمبر وكذلك أود أن أشير إلى جهودنا المستمرة من أجل وضع نهاية للعدوان الإسرائيلي في لبنان. بالإضافة إلى هذا السادة الحضور أنا على يقين أننا جميعا نتفق أن المنطقة الشرق الأوسط مليئة بالفرص وكذلك الموارد بالإضافة إلى الموارد التي لابد أن نستغلها في إطار الشراكات الحقيقية من أجل تحقيق المنفعة والأهداف المشتركة ولا سيما
في هذا الشأن الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية. في هذه المناسبة أود أن أؤكد رؤية الدولة المصرية واستعدادها وموقفها الراسخ وتعهداتها الراسخة من جانب قياداتها ودورها في دعم كل الجهود اللازمة لتناول كل هذه التحديات وتخطي كل العقبات مع ضمان أن هذه المنطقة سوف تكون منارة للأمن والاستقرار والرفاهية وكذلك التقدم. وفي هذا الخصوص أود أن أؤكد مرة أخرى على بعض القضايا التي خلال هذه الفترة المحدودة لكلمتي. في البداية هي قضية الهجرة، وهي أحد الأولويات القصوى بالنسبة لعدد من الدول في الشرق الأوسط بما في ذلك إيطاليا. مصر لازالت متعهدة بتحقيق كل التزاماتها فيما يتعلق بمجابهة الهجرة غير الشرعية وغير المنتظمة من خلال المنهجيات المتبعة التي تناول المشكلة من الجذور، وأيضا تحقيق التعاون والاستثمار في كافة الأبعاد مع تعزيز ودفع كل المسارات الآمنة. نحن نؤكد مرة أخرى على جهود مصر الناجحة في الحد وتحجيم ومنع كل عمليات الهجرة غير الشرعية وهذه الموجات من الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية والحدود المصرية منذ سبتمبر 2016. بالإضافة إلى ذلك، مصر تستضيف أكثر من 9.5 مليون من اللاجئين على الأراضي المصرية الذين يسمح لهم بالحصول على كل الخدمات الأساسية مثل نظرائهم من المصريين بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية. وسوف نستمر في بذل هذه الجهود والمستمرار في المساهمة لخفض معاناة ضيوفنا في مصر. القضية الثانية التي ترتبط بالتعاون في مجال الطاقة، أحد الموضوعات الأكثر أهمية في هذا التعاون وفي هذه الجهود التعاونية في المنطقة. هذا يشمل كل من الموارد التقليدية للطاقة بالإضافة إلى وفضلا عن الطاقة الجديدة والنظيفة. مصر تخصص الكثير من الجهود كمحور لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الطاقة النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. لدينا بعض المشروعات الرئيسية للربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي من خلال اليونان ب3000 ميجاوات. هذا الربط الكهربائي والمشروع المرتبط به، وأحد المشروعات الأخرى مع إيطاليا بنفس القدرة الاستيعابية. مصر كذلك تستضيف منتدى الغاز الأورو متوسطي، وسوف نستمر في المساهمة بكل الجهود اللازمة من أجل ضمان أمن الطاقة وكذلك الذي يعد الركيزة الأساسية للاستقرار والأمن في منطقة المتوسط. النقطة الثالثة كما ذكر صديقي أنطونيو داياني فيما يتعلق بالتداعيات في البحر الأحمر، هذا له خطر كبير وله أهمية كبيرة تؤثر على حرية الملاحة، ومصر هي الدولة الأكثر تأثرا فيما يتعلق بهذه التداعيات وهذا التصعيد في منطقة البحر الأحمر. مصر تخسر كل شهر أكثر من 600 مليون دولار من إجمالي الدخل منذ اندلاع الصراع، والتي تكبتت مصر فيها 8 مليارات دولارات بسبب انخفاض عائدات وواردات قناة السويس. في النهاية أود أن أؤكد مرة أخرى على شكري للحكومة الإيطالية لتنظيم هذا الحدث الهام وهذا المنتدى الذي جاء في وقته المناسب في هذا الوقت الحاسم. أعتقد أنه حان الوقت للتناول كل الموضوعات الجادة الخاصة باتخاذ كل المعايير والإجراءات التي تدعم كل الجهود التعاونية الجماعية من أجل تحقيق الأمن والرفاهية لشعوبنا وكذلك من أجل الأجيال المستقبلية. أود أن أنهي كلمتي بالتأكيد مرة أخرى على أن السيادة العسكرية لن تجلب السلام والاستقرار إلى إسرائيل وإلى الدول الجوار،
فقط مع الإقرار بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وكذلك للشعب اللبناني وشعوب المنطقة من خلال التعايش السلمي مع احترام كل القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي وأحكامه. هذا هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم والمستدام لإسرائيل وللمنطقة. شكرا لكم. إذن تابعنا جزءا من كلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي على هامش منتدى الحوار المتوسطي المنعقد في روما، والذي أبدى بداية في تعبير عن امتنان للحكومة الإيطالية لكل الجهود لعقد هذا المؤتمر في نسخته العاشرة كأهمية كمنصة مهمة للشؤون الاقتصادية والسياسية وأيضا الاجتماعية. أكد أيضا السفير بدر عبد العاطي في هذا الحديث عن العدائيات المستمرة من الجانب الإسرائيلي والتي استمرت لأكثر من عام، وأن هذا غير مقبول، وأكد على موقف مصر الذي لا يتزعزع من أجل التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، وأشار أيضا إلى كل الجهود المصرية المستمرة لوقف هذا العدوان فيما يتعلق داخل قطاع غزة أو حتى على لبنان. وأكد في نهاية حديثه بأنه السيادة العسكرية لن تجلب السلام والاستقرار إسرائيل فقط باحترام القوانين الشرعية للبنان وفلسطين من خلال التعايش السلمي واحترام أيضا كل القوانين. هذا هو السبيل للسلام والأمن الدوليين. وهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرة المشرق العربي. شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.